بینه رد خوشته ویب آنها یا خوده اف بری کانه یا جوان خواندن قرآن پیروس اکسل سر کانال شاشا خبر تی وی تی تپشکش کردن کو اف بجدار بیت ها بیت کل گلما اب هفکاریا دزگه قلم الگل اوان اندامت ما بالگلما آماده خوشکا منتها ملا شفیق و شیما صدیق بسر پرشتیام و مصطفیات علی اف بریکانه ها اف کسی الگل مبجدار طبعا هر پارزگی ها دو که دیسوه که بقضا و نحیت خواب الگل من ات بجدارن آنه هیا خودین دیدست پیکین که هر جبر کرتیا وقتی اکثر ام دیچین الگل بجدار بیه ایکی بلا کرم بکت علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تو گلک بخیر هاتی سرچاو خب دن یاسین رضوان محمد بله رضوان رضوان توش کیری گلمه زاخو بله رضوان تو دی کیری خوینه سورة البروج لا پرا پنصادو پنصادو نوت بله رضوان کرم بگه والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم حسنا خوش بلي كاك رضوان تو الدفكي قرآن تخيني لذا کسی نخوی نه مار تو خوب خالد مالت خوی نه ما به چی کتیم که خدا قرآن استاید یعنی تا احکام و تجوید و تا کسی نشون نداد تنها نیت تو بخوی نه این استاید بیت چو بیگ که خدا قرآن استاید به چی کتی ولی سی تنها نیت تو بخوی نه یعنی چه دزگه که آن دفع ما مستاج استاید کسی که بذاریم داره یعنی ماشاءالله دنگیته خوشه اب جا پت بیاد تو گیرنگیب دنگی خواب ده اب دنگیه یعنی هیچ باشتری که بتت جیر کاری خواندن قرآن پیروز داد. تو گلک پیراتی. رز و کرم کرد. برف بج در بوی دوی و بچن انشالله بلا رز و کرم کتن. تو گلک بخیراتی برای عزیز. خیراتی خودشون رازی بود. خب دنیاسی. نوری عمر عبدی بله برای نوری گل خیر داره نفخر داره دیبو مکیر سورت خونه برای نوری فرقان سورت فرقان 365 بله کرم آتو شستی بله دمایی کنی بله تقریبا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم جزاك الله خيرا إن شاء الله تبينيك بوان خشكو براوي تينت خوينن وكي هندس بيتكن هنديهم بشين بينا خوا باش بكيشن بينا خوا بلا باش بكيشن وشنيكا دس بخواندين بيكن دا دنجيوا باشتر وخوشتر در كبير بخيرات ومزيك بشي الله بشك دار السيئ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيرات الله بس خب دنيا سيما بتان مالك انس مالك تجيلا خيرات الله زاخو تاش جايبين زاخو بلا لماذا تقول لك خيراتي؟ خير الصلاة. لماذا تقول لك خيراتي؟ صفحة 75 أو آخر سورة آل عمران. صفحة 75؟ بلى. ليه؟ كرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا أتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم Dengete gelip aşağı, her cahit zone çıkıştı ya dengete. Bugün cid gel ahkam-ı tecvidi. Bunu ne hendek maddi tabi'i ile mesela, maddi tabi'i bir hareket. Mesela bu dengi mürüvü öyle ne ki bu mesela şahat deviz yeter mi ki, sih hareket, çoğ hareket. Yani bu dengete gelip aşağı. Bes her cahit tertibi yapıp bugün cid gel ahkam-ı tecvidi. موفق به انشالله موفق به انشالله بله بینران نو که جیدمین این گل بشک داره که دیب لابرز و کرم گل علیکم السلام و رحمت الله خیر ها دبرا خوب دن یاسین خوبیم دلشاد بله دلشاد دلشاد چه؟ جان جمال خیر ها دلشاد دلشاد اکی سورت دست بگه سورت الحشر دمائی کن بله صفحه چند؟ 548 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أنا بودا تخاصين دو تجويد دا حدانو كي خاندا أحكام التجويد دو دفكي سيدا تخوينه ما لعبت دا خاصة سركفتين بودا تخاصين بوشي تخاصين موفق بإن شاء الله كالا بخير هذا قاك دلشان برف باش دار واجدي وان شاء الله لا برز بكرم كده السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير خير ياسين برا ايهون وزم بلي كوك ايهون دي كيش سورة دي بو مخويني سورة الصفات سورة الصفات چار صاد و چلو هشت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ
قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم هردو حزينة طبعاً حجازي حزينة بس صبا طبعاً درجة هيك حزينة جزاك الله خيرا كنت بانجي تقلق فخشة بس محتاج تمرين أنا لسر مقام لحظة يولا بوتاو بمهنية هديش مبت هندك وقت دفني بكارتي استعمالة تنبو همي حكمة احتمال دانجي هندك هما بهندي خوشة بس راسي وخالتيك وبربلاغة حتى قارئ يعني مزاجي قارئ مشهور دفني بكارتي نبع يعني خاطرنا هاي شيء دفنة قول نحطها مبكي مانا بس دو حرف تاني دفنة تاني قولنا مانا نونو مي جل تاني يعني ربي هو جهاب حتى الحمد مثلا شنو الحمد لله رب العالمين هذا دفنة مانا صافي الحمد لله رب العالمين يعني هديش من ودي طيبت وقتي دمائي قد آية مثلا يؤمنون ولو نبدأ يؤمنون أما قالك تشل دفني تمام يعني هو شوي بالعضاء تمام جزاك الله خير نسأل كفتي مرحبا بشك دارك يدي بلا كرام يكت ما شاء الله قالك بشك دارك يدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني قالك خيرات ايه أيمن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما شاء الله ساعتك
خوش كل شيء بس خوش خوش انت بس وين انت شو بدك راجع بدك جاش بدك يصير بدك جبرها شو عندك زي كي دو نيف يكون يستحق دافك تخوينه عبد الله يوسف مال عبد الله يقول الصلاة بما بوي هنا يقال في خيرات يسار كرتين إن شاء الله موفق بإن شاء الله بل سيدة كرة ملاحظة عندك هذا من بسم الله حبك تهن بشتين من بشدر نمانا بل ملاحظك سيدة او بشدر بويد نوفي خوات نفسن روجانا اگر ما تلفون وانا گروه حاضر نبین او حق ایوان هاد خارنه یا جی سلطنه خاصا گلک خوشکا بشداری گری حتی هر خلکی جی که خوشکک نا ایتن دا خازالی بوری نجد کن اکید بجنش بر تحدید کری نه دمو نوو اگر نهاتن دو روژه دا نوویان تیتن سلطنه و خارنه وقت نبا بله بله تیمی اکادی جی هرلیسا بگابی جی طبعا بردوام تلفون تین ممکنه روژانه گلک حضرت که نابید خواه تومار بکن بس دا خازال بورینی دی سوکش همیاد کن ایشالا بو فرسک آدی دره چنکی اف نابید و اکی ما مستای گوت این تحدید کرینه و حتی بری یعنی زیده تری نشه نابا ور بگیرن بجا خود حس کد بو فرسک آدی دره جارک آدی دره و آگه جهبت هر گاوکا بری کانک دست بید که دا هین نابید خواه تومار بکن هشتا زی و هشتا وقت مای بله من حالا گل عندي عندك ملاحظة بيجي بو أبد شجداري كريم أبد شو طبعا ما تني خلاكاك وموي بس إيه خلاكا ما يموي إن شاء الله ديف دموي كريم تقريبا حتى شيستا كو شيستو إيك دو ما همية نبس بدفها يعني أف شوان شيستا أجل قد حسك دي درجة دي كون كنا في رجال أندومي ميت ليش نبت ملاحظة شيطان نبسين دي همية كون كين جدی طبعا قیاس ایده اینا دنیا هم بگاهی نشیم بیشین که درجه هایی چند بد احتمالش هفته پینج زیده تر بد احتمالش نوته زیده تر بد یعنی دیف درجه ایت مینه درجه مجید ما خلقه ایکی و دویشی دوباره دابین دیار کرنه ما وقف و ابتدایت هاین یعنی توش بد و تام دست ببکی توش تو سر وقف و تام یعنی خلاص بکی مثلا حکم مروف زانت هش آیاتا گلک معناوی گلک پیوه گریده و تا گود صدق الله العظيم يعني اوج الدرجه حسيبه يعني بالله طب خاب فرجك هل بجربت كما قلت بي هين ازادن يعني اف قناغه اي كي همي هين ازابين كيش شكيفه بخوينت ما تش وكي بيجن تيدانه بي تش دست بس يعني شو بدء التام ووقف التام لازم ترى وسط طب اوج سر درجه احتمال اي كي هي سيدا يعني ابو ملاحظه بما هي احتمال اي كي هي دنگيوي جي قال قال خوشه وتجويدوي سيدا احكام تويجي مزبيتن بس احتمالش اردگی دست بگیر یعنی گریدان و معنای بری و گریدای هبی آنش اردگی گفت صدق الله العظیم هیچ معنای ما بی پی و گریدای بی اوجی حسابه یعنی وقف ابتداء و بحث وقف ابتداء ما هبی و ما ادایی های ادا چانه مثلا افتایبت افت تاگه مقامات زانن اگر نزان جیه ما گهداری ریش که هر قاره اکی هبت همی مقامات خویند گلا جان بجین چه مقامات شهر زابت بزانن نزانت هر چه سر مقام اکی بجا ادا چیه؟ ادا یعنی بونمونه بحرابتر اوتوش بجنه مقام بیاد ام المقام سیده یعنی اش مقام بیاد بتر قارئ مازن نیف دولتی دست بید کن بشتی اینکه هر بجنه مقام صلاوی صلاوی بود چه بجنه صلاوی؟ من وقت مروف چند مثلا جواد اگر السلام علیکم بشتی وقتی راد بجی آن وقتی همتون پیش کشتیم برنامه سیده دست بکن بجین السلام علیکم و رحمت الله دمایی که جمع بجین ببینیم خیر و السلام علیکم بجا بجنه مقام بیاد مقام صلاوی یعنی بیاد تو دست بید که يعني مقام بيت افت اون شهر ازم من افتم كي بيجن دست بيجن كات شوانا و دماهي كي جاني بونه مونه بمروف بيات هو صد دست بيجن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اف جا دي چه كي جواب و قرار و جا دي چه هنده مقام دي جي كي نافك مهم دماهي كي تو بشه هر نفسي صدق الله العظيم يعني هذا هر نفسي مسألة يعني هذا همي سادرة جانا هذا نسبة صوت ونغم وأداء وما هي سلامة الناس جي بهارا بتري الحمد لله بشك داري كرين بشك داري كرين كيمكا يعني كلمات درست نقوت بتاكي بهارا بتري يعني حركة وحرفة وان درست بين كيمكا اكير خالات كربن هذا ديواش همي مازن تري هر دي صوت بيبجين احكام التلاوانا ودجال دنگيوي بقنجد جال اف نصا بخاندي چون هنده این مقام سیده حتی مقام جی مثلا بحث جهنمی لازم مقام اکال گل گنجد یا بحشت یا حوصا چی رو که
مقام ايدي يعني اذا همي بتجي راسلي ملاحظه سر بل درجه سرا ويا ملاحظه دي بتني دماغي كني تشكي وقت ما يبرف دماغي كيفات ملاحظه وكما قلت لك دنجي خوش هذا ما قلت وما احكامته تجي تماما بس الفيري ارتباك بوشي بي او حسيبك كي قال جاي سيده بن مناسه سيده محمد نوري منو تا امتشين مسابقه كي امي يا بينجز اكيد بن منا ياش بركرني احتمال تا شمن لو ترش بربت تا جلش من لو ترش بس وقت اس كم اكيد بيجن دي بسيارش مكت من درس جاب دا وتاش من لو ترش بس طول فيري خربتي مهم مسابقه وصلنا سيده يعني امل ديف فيغوفيتشين ديف فيريتشين قال فيريتا تشاوا خدا كي احتمال بري انكي دنگيتا خوش بتو ادا احكام اس امل ديف فيريتشين چكا ما ديتي امل نفسين يعني اف ملاحظه ان شاء الله بيشتو بين وقتني ما أباها بي وقت ما جي برف دماغي كيف تشدينا بالسيدات تشتاي بيه هدو بيروها عفو سيدة ملاحظة دي قالك مهم قالك رخنا هوتن طبعا إن شاء الله هو كاربة هم رخنا واجين بل هم تاربة لجنة قوتنا ناتشي بدن لجنة بغفتو خلاكيت وي بجدار وي بجدن چنكي داري دي جاف لنا كدن أفا تشتاكي سرية نوف بينا لجنة دا چنكي هر مسابقة جيكي غصانن يعني لجنة شنو بتن باخو بتن هر تشتاكي ها بتن نبيسان ديا إن شاء الله حقك ها سنوية تنخارنا بل بس أبا دي أفقنا غادي ما قناها كما يش بل يادوي أو أم دي بارتي نصيبو هل بجيري أم دي بوهل بجيري بونا بجيري حتى تدفيري ودست بخواندن ديت بل كن محزت كن المال خوراهنان كن چونکی گله جارا دید ویری شرم کرد. شرم طبعا چونکی تو نزانه وقتی تو اول جار تیسر شاشه اکید یعنی وک ارتباکه که بو مروی چید بد بجال ما بجا چه مثلا تو تشتاکی بخواد اینه تو هندک بالی فتار ریسکی که انما وقت روون یانجی تو وقتی که بخواد چه که اف تشتی تو ساک پروه اما وکی دی وقتی تو تی ویری او ام بوان بین اوید ماین و اوید دیتری اوید بین دورا دوی خود حس کرد بلا يعني اكجار شرم بينافيت شرم جالك يعني تشتي البرمروفي ما ظنت كتو تشتي جبيرا مروفي بس ما لا سيدة ان شاء الله مجدل دا خزالي بورين تقال شوان بشيدارات كن شنكي يغاستي مالي بصندوق واصلنا سيدارات شيستا بشيدارية كريم امدي سياحة البجيري طبعا قنا غدوه نا قنا غدوه احتمالا سادراجي من حزا حتى بيستا كيمتر فتر قنا غدوه يا سي دي من الشاش جال كان كده بتيا اي كيو دو سي سيدا جام دا قازاري بوين تشكي انسان اكيد بيجن نا كامله تشتك احتمال ام دي كبير خلاتي سيدا يعني ام هر انسان كل بني ادم خطا ام هر كبير خلاتي بجام دا قازاري بوين كي اي بيجو والله فام لو خان تجد ام لو بيدنگي بخوش بي اف تشتا ما يتحسب كلين بجا اكر اي كي يعني ان شاء الله همي سر كفتينا و همي خدان خيرن ان اجري الا على الله يعني اجري همي ان شاء الله خلاتي همي يلدف خدایی همیشه سر کردیم. چه بشه داری گری والله هی و قرآن است. هر حرف که تخوانی بده خیرا و بخال تشجیع بخال که چه بخال که بر ریکاتا برای خود قرآن و اوجی بیم قرآن احتمالا تو دی به ریکه که ایکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتی تو ایکی به هدایت بینه بتا خیرترش دنیا هندی چه دنیا ده احتمالا دنگی تا آن بشه داری تا بو قرآنه ببد ریکه بو هنده که دی چاول تاب کنی انشاءالله. ورد خلاک و ریکه بدمهی کنین اگر خود حس کرد حتی خلاک بید بمن بنت فضيله خديفه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته